بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم ونجدد لكم اللقاء والتحية في هذه الأمسية التراثية الجميلة الخاصة بانطلاقات سن الثنايا وهجن أبناء القبائل ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. انطلاقة هذه الأشواط المسائية المميزة، أمسية الرموز الفضية، مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا العاشر الخاص بالثنايا القعدان، ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته، يحمل لنا في طياته هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة الحاضرة والباحثة عن تسجيل نقطة مميزة في هذا المهرجان وفي هذا المساء. نسير مع هذه التحديات المميزة، نسير مع هذه الانطلاقة الرائعة مباشرة مع المركز الأول، صدارة الشوط، أول الأسماء هنا مع البداية. المختبر سالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا المختبر مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني ياتي هنا مياس لسعيد بن سهيل بن سعيد بالدليوي الاكتبي، يقدم لنا شعاره المميز وتحدياته الرائعة والجميلة مع المركز الثاني والمركز الثالث. هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات من هملول مبارك بن سلطان بن سالم بن كلثم الخيالي، يقدم لنا انطلاقة وحضور هملول مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع التواجد من شايم لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، يقدم من الانطلاقة شايم مع المركز الرابع في هذا الانطلاق المميز والكبير، بينما المركز الخامس، ناخذ المركز الخامس يا ابو حمد في مساري هذا الشوط وفي هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. أنا هنا القدوم القادم الوسمي صالح بن محمد بن صالح بن نصر العامري يحضر هنا ليقدم لنا انطلاقة الوسمي، كما خطف شلف الثنايا العمانيات في هذه الأمسية يحضر هذا الشعار ليقدم لنا انطلاقة جميلة من خلال تواجد الوسمي الحاضر على مستوى المركز الخامس. مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن حصل دخول عليه في هذه اللحظات من قبل الهارب لافي بن حبيب بن فرج الشمري، يقدم شعاره مع المركز الخامس. هكذا هي التحديات الأولى، هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا نخبة من القعادين الثنايا، وأيضا يحمل لنا شعارات مميزة وكبيرة صالت وجالت في هذا العالم الساحر، عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. تقدم هذه الأسماء المميزة والكبيرة والنوعيات الفريدة التي تشارك في هذا المهرجان الكبير وفي هذا المحتفل الكبير. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية، الصدارة وما تحمل لنا من انطلاقة مميزة وكبيرة مع صدارة هذا الشوط. هنا المختبر من يقود الأسماء والتحديات الأولى، سالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا تحدياته المميزة والكبيرة في مسار وتحديات هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما النقلة والدور مع المركز الثاني، التواجد والحضور من مياس سعيد بن سهيل بن سعيد بالدليوي الاكتبي، يقدم شعاره المميز، يقدم لنا تحدياته المميزة من خلال تواجد مياس، شعار الوسمية حاضر في هذا المسار المميز. يقدم لنا مياس في هذا الانطلاق الرائع والكبير والمميز. مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما المركز الثالث التواجد والحضور هنا من القادم شاي محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة مع شايم المتواجد مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع، أرى المركز الرابع هنا القادم والمنطلق هملول مبارك بن سلطان بن سالم بن كلثم الخيالي، يقدم لنا هملول من يتواجد على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدين الكرام، هنا القدوم والوصول بهذه اللحظات من الهارب
من يتواجد لافي بن حبيب بن فرج الشمري قادم من المملكة العربية السعودية للمشاركة هنا في أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن. يقدم لنا أحد الأسماء أيضا المميز الشمري في مساري هذا الشوط مع المركز الخامس. هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مساري هذا الشوط في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن العودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول إلى بن حلوس. هنا من يقدم لنا انطلاقة المختبر سالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا تحديات المختبر مع المركز الأول مع الصدارة. يقدم هذا الأداء الرائع والجميل هو القائد لهذه التحديات لهذه الانطلاقة المميزة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني التواجد والحضور من مياس من يتواجد مع المركز الثاني سعيد بن سهيل بدليوي الكتبي يقدم الانطلاقة شعار أبو راشد حاضر في هذا المسار في هذا الانطلاق المميز والكبير. مقدما لنا مياس مع المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث التواجد من شايم محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي يقدم لنا شايم مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من السد القادم أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة الكتبي يصل شعار بن حلوة يصل في هذا المسار يقدم هذا الأداء المميز والكبير في هذا الانطلاق الرائع والجميل. يطمع بنقطة مسائية مميزة بن حلوة كما خطف شوط الختام في الفترة الصباحية. يأتي أيضا هنا يقدم لنا السد في هذا الانطلاق المميز والكبير مع المركز الرابع. المركز الخامس التواجد والحضور هنا من اللي قادم غياث قادم غياث حزام بن زيد بن محمد بن انديلة يقدم غياث في مسار هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام قادم على مستوى المركز الخامس بن انديلة يقدم هذا الاسم المميز والكبير مع خامس التحديات. هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع صدارة الشوط مع المركز الأول مع البداية المختبر مع الصدارة يقود الأسماء سالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يا سلام يقدم شعاره يلا يا بن حلوس. أهالي مصانع الجنوب يطالبونك بسلام مسائي هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن. يقدم بن حلوس انطلاقة جميلة ورائعة من خلال تواجد المختبر مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني يتواجد المزروعي يقدم لنا شايم بانطلاقة جميلة ورائعة وبشعاره المميز والكبير محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي من يتواجد مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث شعار بالدليوي يقدم لنا مياس سعيد بن سهيل بن سعيد بالدليوي الاكتبي يقدم شعاره المميز والكبير من خلال تواجد وحضور أيضا مياس مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع القادم هنا شعار بن حلوة قادم السد في مسار هذا الشوط يقدم من الانطلاقة وحضور السد أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي يا سلام يقدم هذا الأداء المميز والكبير من خلال تواجد السد الذي يتواجد على رابع المراكز. والمركز الخامس هنا غياث حزام بن زيد بن محمد بن انديلة يتواجد أيضا في هذا المسار قادم بشعاره العنابي يمثل ابناء الشحانية في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق المميز والكبير هنا بن انديلة يتواجد مع غياث مع المركز الخامس. ولكن نعود إلى صدارة الشوط في هذا الانطلاق المميز والكبير. موقعنا وين؟ لائحة الألف والخمسمائة متر الأخيرة والخطيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام الصدارة المركز الأول مع البداية صدارة الشوط شايم مع المركز الأول مع الصدارة الأولى مع هذا الانطلاق المميز والكبير محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي يقدم لنا انطلاقة جميلة من خلال تواجد شايم مع صدارة الشوط مع المركز الأول مع البداية. بينما المختبر سالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا انطلاقة وحضور أيضا المختبر مع المركز الثاني والمركز
المركز الثالث. هنا التواجد والحضور مشاهدين الكرام من مياز سعيد بن سهيل بن سعيد بالدليوي الكتبي والمركز الرابع. غياث القادم على مستوى المركز الرابع احزام بن زيد بن محمد بن انديله مع المركز الرابع. والمركز الخامس يتواجد هنا السد احمد بن سعيد بن حلوة الكتبي. ولكن صدارة الشوط اجواء الكيلو متر الاخير الكيلو الخطير ما شاء الله بقيادة شايم. شايم مع الصدارة مع المركز الاول مع البداية. محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي يقدم شايم يقدم شايم مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط مع البداية مع المركز الأول ما شاء الله. هنا مع هذه الانطلاقة مع الأمتار الأخيرة والمجنونة بالدليوي يشكل الخطورة مع المركز الثاني مياس سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي. والمركز الثالث شعار بن حلوس. ولكن الصدارة المركز الأول شايم 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 شامة بالناموس والانتصار روح بالناموس إلى هالي العاصمة أبوظبي في هذه الأمسية التراثية الجميلة ما شاء الله. يحقق الناموس والانتصار مع الأمتار الأخيرة. محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي مشكور يا علي بن الذيب المالكي من يتابع هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة ما شاء الله. يطير بناموس هذا الشوط. سلام لهالي العاصمة أبوظبي على هذا الناموس والانتصار. مشكور يا علي المالكي من يتابع هذا الانطلاق المميز علي بن الذيب المالكي من قدم انطلاقة شايم. تهانينا أيضا محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي وإلى سعيد بن عبيد المزروعي داعم هذا الشعار. هنيالك الناموس والانتصار المركز الثاني. المركز الثاني كان الوصول من مياس سعيد بن سهيل بن سعيد بالدليل والكتبي ما قصر أيضا في هذا الشوط. المركز الثالث المركز الثالث كان الوصول من المختبر سالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. والمركز الرابع المركز الرابع وصل مهذب لأحمد بن مطر مايد الخيلي. تابعنا هذا الشوط ولكن كان الحضور المميز والكبير مشاهدين الكرام من شايم اللي يروح بالسلامات والناموس والانتصار إلى هالي العاصمة أبوظبي. أسعد الله مساكم. 12 دقيقة 26 ثانية 61 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني مشاهدين الكرام كان الوصول من شعار بالدليوي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 31 ثانية 41 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي. المركز الثالث كان الوصول من المختبر بشعار بن ذيبان 12 دقيقة 32 85 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام لسالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. تهانينا والناموس.